بيسجل عم بيسجل يعني حتى يميل عصام اوقات بيكون بالتوب تبعه اوقات بيكون اليوم بتصور يميل منه يميل اللي بنعرفه استقبال عنده منه كثير منيح 3-2 يعني المفروض ياخذ مجاله اكثر هلا لانه ما في مستقبل ثاني معه بس بياثر عليه كمان لانه الوقفات بتتغير هاني خلص مارشو لبيدرو بيدرو ما بيسيب طابته بيسيب الفيليه وثلاثة ثلاثة يمكن بيدرو ببين عليه هذا الشاب اللي عم نشوفه هلا رقم ستة بنشوفه لاعب ناشئ بحسه بس اكيد عنده مستقبل حلو لاعب طويل بس بتحسه صغير ما عنده الخبرة الكافية مبين لانه شايف البلوك عليه هون صح اوه بدك تشوفه لبيدرو شوفه يعني احنا عم نحكي بالقوة نحن قلنا بس عم نحكي خبرة سمعك شاطر وشاطر سجلها طب اللي قبلها كان في شوطة كمان بهذه الطريقة بس شاف ايديه نتفة طالعين عليه هون جرب يسقط دغري انا بعت له بدل بس يلا دلهون بيتقدموا 4-3 عماد هاني خلص الطابة بتتوصل كريستيانو بحضر غازي كمان بلوك التلهون عم بيعمل شغل كتير كبير بيدرو لمين هاني كمان بتخلص بيدرو وبيدرو بيسجل برافو لبلوك تلهون عم بيعمل شغل كتير منيح ما في طابة الا مع بيدرو يهدوها بيعمل كونتر اتاك وعم بيسجلوا على الزهرة 5-3 عصام عبد اللطيف في 5 مجموعات بهذا الجيم انا مش عبد اللطيف انا بقرا انا عالم فلك مش شو شايف بالفلك اليوم مع انه مغيمة برا حسب جوبيتر فايت عليه بلوتو يعني المباراة عن جد بتكون متكافئة بأوقات معينة كورفن على الإرسال لمصلحة الزهرة الزهرة بطل لبنان 4-5 النتيجة كورفن على جورج هالمرة بيلقط طابة جورج بخلصها هالمرة طابة ذكية والتعادل 5-5 ميتش بيستفيد من دخول جورج على الشبك وبكب الطابة على زاوية الخمسة خمسة الجميع كمان جورفن خلص لرواد ورواد بيدرو على الطاير بيسجل بيدرو من أول طابة يعني شادي رواد ماشي حاله كتير منيح مفروض بالكونتر اتاك يجرب يستفيد منه الماكسيموم بالفعل ما عم يخسر ابدا لانه مرتاح وعم بيضرب وباخص بلوكات طرف ميلته كمان ما عم بيكونوا كثير عاليين رواد بلاوت 6 للجميع تعادل وائل بعد ما شفناه بالهجوم اليوم عصام ابدا اخذ طابه وحده ما عم نحكي عنه بارتيتين طابه وحده بس عم يعمل شغل كثير كبير على البلوك وعلى الدفاع كمان هيدا بيدرو بلوك اوت سبعة ستة سبعة ستة وبيدرو اللي مسجل اخر نقطة لمين بتروح الطابة هاني بصيب رواد كيرفن بيسيبه لرواد شادي كيرفن بيضرب ورا الزيح بيربح نقطه اكثر من على الشبك بس يكون ورا بيكون اخطر بكثير ليكو عن ديتونت ليكو مو وين عم بعد 4 امتار وبيسيب رواد مش حاول يخلص 7 للجميع لمين تكنيكال تيم اوت الاول الشوط الثالث رواد بلوك اوت من 7 لهون بعد ولا مرة قدروا ياخذوا تكنيكال تايم اوت الزهرة ،
بس هذه يمكن اول مره بنشوف دلهون كاشواط يعني. بالشوط الاول كان متاخر، بالشوط الثاني متاخر، هلا يمكن متاخر نقطه واحده منه هالفريق الكبير. عم تحكي عن الزهرة كان يبقى متاخر. نعم يلا متاخر نقطه واحده، ماشي الست نقطه نقطه باثنين، يمكن واحد يكون 8 4 8 5 بالشوط الاول والثاني لنادي دلهون. يعني تركيز الفريقين هلا صار اكثر، يمكن التغيير كمان ما ننسى انه التغيير كريستيانو هلا عم بيلعب على الاربعه يمكن يستفيد منه اكثر. الاخطاء شوي خفت نتفه، بلشنا نشوف جمهور اكثر بالمدرجات، فريق حليت جمهوره بلش يوصل للملعب. كريستيانو خطف من درار من الجميع، هذا درار عن ناعم. ميتيتش ميتيتش سيرفيس جامب، هل يا ترى قدام؟ هذا اللي عم نحكي عنه بس مش شبك قدام، محاولة جيدة بس بقت بالفشل. حامل يعمل يوب لأنه على طول كده عم تنجح معه. لازم تقولوا له لميتيتش ما ميتيتش ما شفت مين مات. كورسكي هاني جورفن بلوك أوت، جورفن بلوك أوت، تسعة الجميع. في تحدي منيح بين كورفن ورواد، سبقوا لرواد هلا، سبقوا بنقطة، صار 19 ب17 اكيد لرواد الطابة. لا لمارشو، مارشو بقوة بيسجل، دايما تقدم لدلهون بنقطة، والزهرة عم بعادل نقطة بنقطة. مثل ما قلت عصام يعني مارتشو ثابت مستواه من اول ما بلش لهلا، استقباله كل شيء يعني، سيرفيسه كمان. وهاني على الدياجونال مثل ما قلت يا عصام، بعده عم يسجل على الدياجونال. 10 10 التعادل. درار عبيد على السيرفيس للزهره، هون بالإعادة البطيئة، هيدا درار جامب، بيدرو استقبال عماد، وبيدرو بعيد نفس الطابة قبل شوي، تطلع الطابة وبشوطها. دلهون بكل الدورة فرجة مستوى ثابت يعني، ما في إلا قدام الأنوار خسر، ربح على الرسالة وربح على حبوب. مظبوط، فريق دلهون عم بقول لك الاربعتين لعيبه الاربعه تبعه كثير ثابتين، والاجمال انه الفريق الثاني البقوه اللبنانيه كمان قادمين معهم، كانوا من السنه الماضيه، ف يعني عم بيكون السنه الماضيه قلعوا كثير تقليعه حلوه دلهون باول الموسم. الفريق ستابل يعني قادر يكون قادر يجيب نتيجه. 12 10 النتيجه. عماد يميل مرة غازي عم بيسجل على وائل، ما طلع له وائل لأنه معه كورفن، أكيد بيكون عم يفكر 10 مرات إذا بيعطي كورفن إذا بيروح عليه أو لا. هيدا كورفن عم نحكي عنه، تأخر وائل طلع على غازي. دل هون إذا بيحلوا قصة الاستقبال تبعهم بيعلوا النسبة تبع الاستقبال عندهم، بيقدروا يكونوا فريق كثير منافس السنة. اوه جورج بخلصها جورج وبترجع. بيدرو بيوصل، اكيد في كونتر اتاك. يمين لمين الطابة؟ لمين الطابة؟ ما راح اسال، انتم لازم تعرفوا. طابة 12 12 لكورفن. بيدرو ما بيروح سيرفيسه. 12 للجميع، التعادل. بعد ما دلهون عمل بريك نقطتين رجع دغري الزهرة عدل بالنتيجة. ومارتشو استقبال 100 على 100. واول بلوك من هاني على رواد، اول طابه بيخسرها رواد.
الزهرة عم يتقدم 13-12. هلا بتخيل باس اذا كان منيح بدها تروح لبيدرو طابق، بس في تايم اوت. رواد عنده توندانس على اللاين، سكر له اياها هاني هلا، وثابت طبي شوي جوا يعني ما طلعت على البلوك اوت، فهذا كان قادر يشوطها دياجونال بسهوله. 13-12 التقدم للزهره. اكيد في نقطه واحده من مسائل كبير، بس نقطه واحده كافيه انه يتقدم فيها نادي الزهره. مارتشو بيدرو، هذا جورج سعد، وبيرجعوا اللاعبين عرض الملعب. كورفن بعد التيم اوت شو بدك تعمل؟ بوصل عن ناعم لمين الطابه مثل ما قلنا لبيدرو، وبيدرو بيسجل. اكيد غازي مأخر 13 الجميع. غازي بده يعمل مجهود ليقدر يطلع، عم بيجي على النص بيرجع يجي لهون، كمان قادرين يستعملوا النص اكثر فريق دالهون. رواد كريستيانو، وغازي عم بيسجل كمان على وائل. يعني يبدو نسبة الاستقبال عند الزهرة صارت أحسن من المجموعة الثانية. أكيد عم تلعب، بس عم تشوف طابة سريعة. وبيدرو، بيدرو حلو كثير، طالع عالي وبيضرب على الدياجونال. كنا بعدها نسبة 42% بينما عند الهون 43%، بس هلا تحسنت شوي، عم بيقدروا ياخذوا طابات سريع الزهرة. تعادل. هاني كورفن بتدافع على الطابة، شبك من مارتشو. 15-14 انه تدافع الطابة لكورفن، بس اكيد نقطة بتروح لكورفن لأنه بيدو دق شبك. ليكو الطابة بس وين اجت، طلعوا منيح الطابة وين كانت. ليكو الطابة بإيدي شي متر، وهو فاز قبل بمتر. طابة اوت من غازي، 15 جميع. مين رح ياخذ تكنيكال تايم اوت؟ هل رح يكون الاول للزهرة بهالجيم، او دالهون رح يستمر بانه يربح كل التكنيكال تايم اوت؟ وائل ربح، لاعب نادي غزير السابق تحت قيادة المدرب. اوه بس اوت، طابة قوية كثير من كريستيانو، أول طابة بشوط على مركز رقم أربعة بالأوت. والتكنيكال تايم أوت كمان مرة لدى الهون. 16-15 النتيجة. يعني صار مثل ما عم نشوف الشوط الثالث، عم نشوف في تقدم من الفريقين، يعني ساعة بنشوف دالهون بالاول، شوي بنرجع بنشوف الزهرة عم بيتقدم. هلا ما في هيك الفريق الكبير، بس ما في حدا عم بيقدر يحافظ على النقاط طبعا، يعني على طول بنشوف نقطتين للزهرة، نقطتين لدالهون، نقطتين للزهرة، نقطتين لدالهون، حسب برمي الفورماسيون. شادي هلا مثلا طلع، اذا بتطلع فريق الزهرة في فورماسيونات عم بيكونوا كاسرين عليهم فريق دالهون، وكمان بالعكس، وفي سيرفيسات كمان عم تلعب دور يعني. بالفعل. وائل لمين هالطابة؟ وغازي عم بيسجل بلا بلوك، كمان عماد بينسالها، عفوا لدرار، عفوا غازي دار سيرفيس اوت. عماد ليكو، عماد ما طلع له، عماد ما طلع له. ميتيتش سيرفيس جامب ولا لوب. جورج استقبال عاطي لمين، كونتر اتاك بترجع، بلوك اوت عمارتشو. 17-16 بيرجع التقدم للزهره. السيرفيس اللي عم بيعمل الفرق على طول، سيرفيس قوي بيبيله ريسبسيون مش منيحه. 17-16 وعن جديد ميتيتش.
هالمرة بالاوت متل 17 الجميع، بيرجع التعادل سيد مواف. مجموعة ثالثة متقاربة بين الفريقين، يعني فينا نقول انه بلشت اللياقة البدنية تخف شوي عند الفريقين. هلا مثل ما مبين انه لهلا عم بيطلعوا عم بيلعبوا فول جامب بعد جامب سيرف و مش هالقد، بس انه على طول يوم كل يوم كل يوم. ممتاز 17 ايس. شاهد هذا جواب على سؤالك اللي سالته، انه السيرفيس من هون والسيرفيس من هون عم بيكون حسب التوفيقه. هلا كريستيانو منه مستقبل وسيرفيس جامب من هون قادر، حتى هون قادر يستفيد اكثر. هذا دانييل غورتكي. هالمرة عماد بالاكو. لاديرار 19-17. عماد فيك تعملها معه مرة، مش أكثر من مرة. وهيدا السكور رجع فرق نقطتين، وأكيد سيمو تيم أوت سريع. مش بوقتهم هون نقطتين للزهرة. يعني تيكسر له سيرفيسو معه كيفن على الشبك، مش مفروض يلعب اللعبات. خصوصا هلا يعني 19-17. مضبوط، يعني في أوقات خيار الباس بيبقى غلط. بيطمع إنه مارشات منيحة وهيك. صار من هلا ورايح بيرجع على كيرفن، بيرجع على كيرفن كل نقطة. راح نشوف نحن وياكم شاد يا عصام والمشاهدين الزهرة على أرض الملعب. دلهم بعده عم ياخذ تعليماتهم من نبيل. يصير حال يعني بفريق دلهون التوزيع موزع اللعب اكثر على الاتاك يعني من فريق الزهره. الزهره 35 شوطه صار اخذ كيرفن، بينما اقرب واحد هاني حلايحي له 12 شوطه. اللي ليك ما نحصد الكل. مثل ما توقعنا كيرفن، يعني صار كمان نشوف انه استقبال عند دلهون اكيد افضل بكثير من استقبال عند نادي الزهره. واحد اثنين عند الزهره ما عندك حدا من برا، يعني كريستيانو نحن كلنا بنعرف بيلعب خطيف وكان في حفار قبل، هاني ما عم بيستعمله كثير لانه هاني نسبته منيحه قادر يستعمله اكثر. بالفعل هون عم نشوف دخول حفار على كريستيانو خلفي على الاستقبال. وقت اذا بهالمرحله هيدي بيكون قد حفار. يلا يا حفار لمين؟ هيدا كيرفن، وكيرفن بلوك اوت على بيدرو. هيدا بيلعب خطيف وكان في حفار قبل، هاني ما عم بيستعمله كثير لانه هاني نسبته منيحه. يعني بفريق دلهون التوزيع موزع اللعب اكثر على الاتاك يعني من فريق الزهره. الزهره 35 شوطه صار اخذ كيرفن، بينما اقرب واحد هاني حلايحي له 12 شوطه. اللي ليك ما نحصد الكل. مثل ما توقعنا كيرفن، يعني صار كمان نشوف انه استقبال عند دلهون اكيد افضل بكثير من استقبال عند نادي الزهره. واحد اثنين عند الزهره ما عندك حدا من برا، يعني كريستيانو نحن كلنا بنعرف بنلعب خطيف وكان في حفار قبل، هاني ما عم بيستعمله كثير لانه هاني نسبته منيحه قادر يستعمله اكثر. بالفعل هون عم نشوف دخول حفار على كريستيانو خلفي على الاستقبال. وقت اذا بهالمرحله هيدي بيكون قد حفار. يلا يا حفار لمين؟ هيدا كيرفن، وكيرفن بلوك اوت على بيدرو. هذا كنا عم نحكي رح يلعب على بيدرو هون خمس ست نقاط، ما رح يخاطر. ليكو هالديتانت الحلوة وهالتكنيك بالبلوك اوت. ديرار عبيد سيرفيس للزهرة، جامب سيرف. عماد عالنايم، رواد بتدافع لمين؟
كورفن كورفن بيسجل ما في بيعادل 20-20 تصور عليه برسنتاجه صاروا 25 طابة ربحان هيدا كورفن وبيضرب صار 61% اتاكو على نسبة 38 طابة يعني كثير كثير نسبة حلوة بيدرو برافو يا بيدرو عماد تخلص لمين بلوك هون نواد بياخذ بطاقة صفراء هون عم شوف تبديل تبديل حسن بلبل عم بفوت عماد عم يظهر هون اكيد ما نشوف سيرفيس موجه على حفار واحدة وعشرين عشرين في نقطة واحدة لدى الهون لمين هالنقطة عماد مش خسران ولا سيرفيس لمين لمين هالنقطة أنا هذا السؤال مش من محله أساسا عم بسأله كنا عارفين نحن إيه سام نحن قلنا من بعد 18 كل طابة بتلعب على كورفن بس طلب تيم اوت ليكو الطابة واقفة على الشبك يعني المفروض كان بيدرو ليكو بيدرو كان بعيد عن الطابة يعني مش مفروض تكون ناطر حدا غيره بيدرو ما هو هيك وهيدا كورفن على السيرفيس بده يروح على جامب جورج بالمرصاد اكيد رواد في سجل ولا ما في سجل رواد ما بيسجل بيسجل ما بيسجل ترجع عند الهون اكيد لبيدرو لا لرواد لا يا رواد مش بمحل هلا كورفن وبيه يا بيه بي يقول عم يحضر 22-21 لا 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 لاعب بالفعل اسم الله عليك ليكو هالديتانت كل ما تزيد ست كل ما يتحسن اكثر يدوب بيحمى بيحمى 22-21 يمكن كمان اللي حاطه برقبته بيشيله بنط اكثر بيشيله اكثر لا هو تيعدل طيب يطلع اكثر في ليه جي تاني ميل حاطط وزن ايه 22-21 للزهرة تقدم بنقطة واحدة كنا شفنا السيناريو كل الشوط الثالث صار حاطط 27 نقطة رواد واقف على 18 يعني بتصور دالهون موزع اكثر على بيدرو وعلى مارشو وعلى رواد موزع اكثر بينما هونيك عم نشوف بيدرو اقرب واحد له يعني فرق 18 شوطه يعني فرق وكورفن شو بده يعمل؟ جامب عمين يعني شادي بس كان عم يعطيه اول شيء على فترات كان لسه واطي بس عطيه على طول سريع مشي حاله هالمرة بيدرو بلوك من غازي على بيدرو مش من محلها 23-21 الزهرة عم بحاول يروح على لمين بده يعطي رواد وائل مارشو عن ستي ولا بيدرو يعني انا بتصور لازم يستغل شوي النص بس وائل مش شايط ولا طابة ما في جامب سيرف عم بيكون عم تيجي طابة كثير عالية عنا سيرفيس قوي كثير برافو يا جورج سيرفيس طالب الاوت اكيد لمين عرفوا لمين وعن ناعم وعن ناعم بيربح عن ناعم يعني وقت اللازم بيشوف الملعب من فوق من السقف وبيسقط ابدا 24-21 تبديل ليوقف له سيرفيسو لكورفن نبيل بغير رايه فات عم يمسح اخذ وقته 21-20 كنا لدى الهون 24-21 للزهرة أكيد كورفن مسجل كل النقاط آخر ست نقاط كلهم هيدا اللي عم شوفوا قدامكم هلا بلش يتنفس بلش يتعب جورج كمان بيدرو هالمرة بيدرو بيسجل يعني إلي سيرفيسه قوي وموجه يعني عم يجرب يسيب جورج وقادر يسيبه بالفعل
22-24. يعني أنا من سنتين لليوم عم شوف يمكن من أفضل الأجانب يلي قطعوا بلبنان كورفن. يعني بين هو وأحمد صلاح مشان ما نظلم الكل، أحمد صلاح كمان لاعب مش بمحل الباس هلا. اللي عم نحكي عنه أنا بحب التفنن، بس التفنن مش بمحله، أنا المفروض ألعب يا على هاني يا على كيرفن، ما بينعطى باس نص هلا على 23-24. ودل هون عمل الكامباك، هالشيء بيجبر سيمو عطى الله يطلب تايم أوت. يعني أكيد هون سيمو بتصور بده يحكي مع الموزع. هيدول دلهون عم بياخذوا تعليماتهم بالمقابل. الزهرة عندهم فرصة انه يتقدموا 2-1. 23-24 نقطة للزهرة. هل رح ينتهي الشوط 25-23 مثل الشوط الأول؟ بعد تايم أوت رواد بتصور رح يوصل، بتصور رح يوصل، ما رح ياخذ ريسك في السيرفيس. ما بعرف اذا بروح على فول بس ما بتصور على الناعم. وكورفن مين شاط؟ بتوجع بتوجع بتوجع. يعني 25-23 المجموعه الثالثه عم تنتهي لمصلحه فريق الزهره بطل لبنان اللي عم يتقدم 2-1. وهون بالاعاده البطيئه يعني ما فينا نخبركم، الحكي مش مثل الشوفي ابدا، والسمع اكيد صوت والسمع سمع صوت الطابه ارتطامها بالارض، صوت واحد بايده والارض سوا بسرعه فعل ما في صدى. خمسه ليك هون عم نرجع نشوف العرض البطيء ليكم وين، وضرب ونزل طابه بنص الملعب. سريع كثير اللعب. اثنين واحد للزهرة. عم نذكر نحن عم نلعب اليوم على الدومي فينال، اول ماتش عم يكون بين اكيد بين الزهرة ودلهون، والماتش الثاني هلا من بعده راح يكون بين حيلات نادي الانوار وصيف بطل لبنان. ماتش بتصور بيطلع كثير حلو، فريق حيلات كثير لعب. اثنين واحد للزهرة. عم نذكر نحن عم نلعب اليوم على الدومي فينال، اول ماتش عم يكون بين اكيد بين الزهرة ودلهون، والماتش الثاني هلا من بعده راح يكون بين حيلات نادي الانوار وصيف بطل لبنان. ماتش بتصور بيطلع كثير حلو، فريق حيلات عم بيلعب كثير منيح، فريق الانوار كمان مبلش كثير موسمه صح. يعني الفريقين فرجوا عن قدره كثير حلوه، فمباراة تطلع كمان كثير حلوه، والفريقين موفقين بالاجانب تبعهم. يعني بالمبدا يمكن شفنا يمكن البوشريه بس الوحيدين اللي هن اجوا لاعبتهم مؤخرين، فينا يعني نقول اجوا لاعيبه البوشريه مؤخرين شوي على البطوله هيدي، بينما كل الفرق البقيه فرقها موجوده وحاضره وجاهزه. غير مؤخرين، بلشوا مؤخرين بالتدريب الفريق ككل، يعني قبل هالدورة بتصور بشي جمعة بلشوا كلهم، يعني من المدرب